السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناتي. غادي نكمل لكم إن شاء الله الجزء الثاني ديال معاناتي مع الجن، حيت داك الجزء الأول ومهم تعطلت عليكم ما درش الأجزاء، حيت ما غنديرش غير الجزء الثاني، غندير أجزاء متفرقة حيت كان عندي مشكل في التليفون، يعني فورماطيتو هاد الأيامات، يعني في 3 أيام، يعني ما نورمالمون خصني نحط كل نهار فيديو باش تتابعوا المعاناة وتتابعوا القصة. المهم غنكمل لكم إن شاء الله الجزء الثاني، تقريبا غندير لكم شي 3 ديال الأجزاء ولا 4، هادو غير الأولين، وعاد من بعد إن شاء الله نبدا ندير عاوتاني فيديوهات أخرين بحال العادة، خريجات والطبخ وداك الشيء، ومن بعد إن شاء الله غنبدا نعطيكم العلاج وشنو ديروا. المهم غير تابعوني نتوما، غادي تفهموا كل شيء وغتعرفوا كل شيء بإذن الله. بالنسبه خليتها ان شاء الله، قلت لكم بالنسبه للرقيه الجماعيه كنا كنمشيو لها، كنا كنمشيو لها حنايا البنات. المهم راكم عارفين الجزء الاول، واللي ما عرفش الجزء اللي ما تابعش يمشي يرجع للجزء الاول، هذا كان نعاود ندير الجزء الثاني. عاود قلت لكم كنا نمشي للرقيه الجماعيه انا وممكن حنايا بزاف ديال كيكونوا بزاف ديال الناس، تيكونوا الرجال تحت كيكونوا العيالات الفوق. المهم حنايا البنات كنا، المهم بحكم اننا كنا كنجمعوا كنا كنهضروا كنا كنعانيوا من هذا الشيء، كنتقاسموا بيناتنا هاد المشاكل اللي واقع لنا وهذا الشيء، هذا المعاناه اللي كنا كنعيشوها. صافي حنايا ولات صداقه، يعني صداقه بحال صداقه اخوه، بحال كلنا بحال شكل عائله بحال. المهم ولينا اي راقي كنمشيو عنده او اي شي حد شي وحده شافت شي راقي ولا شي حاجه كتقول لها البنات كاملين كنمشيو. المهم يعني ما خلينا تطرقنا لجميع الابواب، ما خلينا فين مشينا كنرجعوا عاوتاني نعاود الجماعيه. الجماعية بقينا مستمرين. عاد خلي ملي كيبدا يقرا، قسما بالله البنات انا كنكذب عليكم، الا شي الكرش ديالي كتبان لكم تنفخط، رجعت قد هكا كثر من الحامله، شتي الحامله كثر منها واقيله، قد هكا رجعت كتنفخ. وعاد خلي اللغات، كنهضر باللغات، يعني كنهضر داكشي اللي فيا كينطق بهذا بالسبليونيه بالطاليانيه بالفرنسيه، و تيبقاو هكا كاريمون كيهضروا بالفرنسيه كيهضروا بالطاليانيه. المهم كل واحد في الجماعيه اشنو المشكل اللي عنده، كل واحد في الجماعيه كاين اللي مسكينه فيها، بحال بالنسبه للبنات اللي باقيين صغار في مساكن الجيل العاشق. اش غنقول لكم، كل وحده اشنو دايرين ليها، كل وحده بالنسبه للعيالات الكبار مساكن كيدخلوا فيهم الشراف، قسما بالله هذا الشراف بحال اللي كتشوفوه بعينيكم، ماشي زعما وشكون اللي غادي يعرفني وغادي يثق بيا وغيفهمني، اللي بحالي اللي بحال دابا مثلا فيه لمس، اللي حتى هو كيعاني بهاد الظروف، هذاك هو اللي غيفهم. اما اللي ما مثلا ما عمره ما داز عليه هذا الشيء، ما عرف ما شاف هذا الشيء، راه سي نورمال غيجي هذا الشيء، اما كنزيدوا فيه اما كنكذبوه اما هذا، ولكن هذا الشيء اللي كيعلمه الا الله سبحانه وتعالى. المهم اللي بقينا كنعانيو بزاف، يعني داك تصوروا حنا كنمشيو اليوم بحال دابا كنديروا الرقيه، اليوم تنخرجوا كنحسوا بواحد النسبه ديال الراحه، ماشي نسبه 100%، غير واحد النسبه ديال الراحه ملي كنخرجوا. صافي لا غدا كنخرجوا مزيان، لا غدا عاوتاني كيتعاود لنا نفس المشكل، عاود لا غدا كيتعاود لنا نفس المشكل، هي هذيك. و علاش؟ حيت الجماعيه ملي كتكون كدير رقيه كتاخذ واحد الجزء ديال 20%، كتفرق على البنات كلها، هذيك 100% كتفرق، هذا كياخذ 20، هذا كياخذ 10، هذا كياخذ نسبه 30. اما ملي كدير الفرديه بوحدك وكتعزل بوحدك كتاخذ نسبه ديال 100%، 100%، يعني كترقى 100%. وملي كنمشيو للدار كنرجعوا عاوتاني بحال اللي كنا، يعني هذاك الجن كيعاود يجدد عاود، بحال دابا بحال اللي كيقول لك باش نزيد نفهمكم اكثر، بحال اللي كيقول لك عطيتيني، بحال دابا كي غنقول لك، بحال دابا عطيتي واحد لادوس فيها 50%، غيعطيك هو لادوس فيها 100%، غير باش نوصل لكم اكثر فاكثر. كيضاعف لك هذاك الشيء، علاش كيضاعف لك هذاك الشيء؟ حيت هو ماشي محاصر، بحال دابا ملي كتحاصرو في الفرديه كيحيد الاسحار ديالو كلها،
هذاك الرقم اللي كتعاود ليه شنو المشكل اللي عندك، حيت على حسب كل وحده باش مسحوره وكل وحده اشنو عندها. ملي كتعاودي للراقي اشنو عندك كيعرف علاش يخدم لك وكيعرف علاش يركز لك في الرقيه. اما ملي كتكون جماعيه كيركز على هذه وعلى هذه وعلى هذه وعلى هذه، يعني انت ما كتاخذيش 100% في الرقيه. غير باش نوصل لكم اكثر هادشي اللي غادي نقول لكم. صافي ملي استمريت مع المداومه ديال الرقيه يوميا يوميا يوميا، صافي بدينا كنسمعوا الناس مساكن كل وحده كتسمعها فلانه راه الله يرحمها كيديروا عليها الدعاء، يعني مسكينه كتموت كدوز واحد كل شهرين كتسمع وحده ماتت، كل 3 شهور ها اللي انتحر ها اللي شرب. وحدين معنا مساكن وحده مسكينه ماتت، وحده مسكينه انتحرت، واحد السيد مسكين التحت في الرجال شرب الدواء ديال مقاطع ولا ما عرفت الدواء ديال الفار ولا ما بقاتش عقلت، مات حتى هو. لان علاش؟ لان هذاك السحر اللي كيكون في الذات راه لا يعلمه الا الله، الذات كلها كتحسبها كضرك كلها 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 كلها، سورتو ما كتلقاش العلاج ما كتلقاش. صافي بنادم كيبقى يشوف انه داكشي كيؤدي به الانتحارات وكيؤدي به كاين اللي مسكينه كتولي تطلب لراسها الموت، كاين اللي مسكينه بكثره هذيك المعاناه كتموت، لانه هو بحالو بحال الموت الباطئ. ايوا هي هذيك البنات. انا شكون اللي كان كيبان عندي في الواجهه، كان كيبان عندي في الواجهه افريقيه سميتها كالمينا، وكانت كتبان عايشه هذيك القرايديه اللي قلت لكم في الجزء الاول، حيت هي اللي كانت مدخلاهم معاها. وكان كيبان عندي حمو شيباني كبير، تصوروا مني كيطلع فيا البنات قسما بالله العلي العظيم والله على ما اقول شاهد. علاش غنقول لك؟ كنحس هاد الشيء راه مني كتقرا الرقيه عاد كيطلعوا بلف ديالهم بالاعراض ديالهم بالانرجي ديالهم بالاحاسيس ديالهم بكل شيء. يعني انت الشخصيه ديالك ما كتبقاش باينه، حيت علاش؟ هو كيطلع 100%. اشنو هي 100%؟ صعود الجن 100%، يعني هو راه كيكون غير ملي كتقرا الرقيه، يعني كيطلع للفوق كينطق يعني بحال دابا مثلا كان في الرجلين او كان مخبع في شي بلاصه او كان في كنعطيكم في سبيل المثال او كان في الكرش او كان في الدار كيطلع كينطق. صافي علاش؟ حيت كتحطو امام الامر الواقع بحال لابيجي مثلا. صافي كيطلع ومني كيطلع بكل شيء، داك الشيء اللي فيه الاعراض اللي فيه كلها كيطلع بها. كيطلع كتولي فيا الضيقه، كتولي فيا القلب. وهذا الشيء اللي كنقول لكم راه الناس اللي عارفيني وفاهميني راهم عارفين راه كيسمعوا فيا. كيطلع بهذا بالحساسيه اللي حساسيه، فيه حساسيه، فيه الضيقه وفيه القلب وفيه الصدر. عرفتي اش غنقول لكم؟ ملي كنبقى نسعى حتى كنتقج والتنفس كيتخنق ليا وقلبي كيبدا يضرني، والهضره ديالي ماشي الهضره ديالي انا، الهضره ديالو هو 100%. انا الغالب في الامر انني انا مختلفه على الناس. انا ملي كيطلعوا فيا كيغيروا لي حتى لاكسون ديال الهضره ديال الكلام ديالي ولوختي كلشي 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 كيطلعوا 100%. صافي كيبقى يقول كيبدا يقول واحد الصوت، ابنيتي اولدي يعني كان راجل شيباني كيهضر. صافي قلبي كيبدا يضرني، قلبي كيتزير عليا، كنحس براسي الضيقه فيا، كنحس براسي قلبي كيضرني. صافي كيهبط هو كياكلها حتى كياكلها مزيان، كيهبط هو وحقا وكله كيترعد، كله كيترعد، واليدين كيترعد هكا 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 الفيبرور. دابا الحمد لله راه ما بقاش فيا. المهم انا غادي نقول لكم كيفاش تخرجوا وكيفاش، غير تبعوا كي كيقولوا ايطاب باغ ايطاب، تبعوا الاجزاء وهانتوما غتسمعوا كلشي، يعني غتستغربوا واحد الاستغراب كبير بزاف. صافي هي هذيك ملي كيهبط هو كيطلع عاوتاني عايشه، كيولي تناوب، كيولي كيتناوبوا. علاش ما كيطلعوش هما كاملين؟ علاش؟ حيت ما خصهمش يطلعوا كاملين. دابا عايشه علاش كتدخل داك الخدام معاها باش يبقاو يتناوبوا، باش تبقى هي عندها داك، باش هي كتحتافظ على الصحه ديالها وعلى الطاقه ديالها، كتطلعهم هما باش كياكلوا هما الشحط او كياكلوا الدق او كيتحرقوا هما، باش تبقى ديما هي قرايديه كيساليو لهذوك الخدام. واخا هي ما عندها غرض، واخا يموتوا غتجيب عاوتاني خدام اخرين، يموتوا خدام عاود غتجيب خدام، حيت هي القائده ديالهم، هي الكبيره، هي اللي داخله كي كنقولوا هي اللي داخله بالجداول. النهار الاول فاش تسحرت انا هي اللي دخلت بالجدول النهار الاول. صافي كتسمى هذيك داخله عندها الوراق ديالها، عندها كلشي ديالها. صافي هي هذيك كيهبط واحد كيطلع واحد، كيهبط واحد كيطلع واحد. صافي هذا الشيء كله انا عانيت بزاف.
هي هذيك صافي بدينا كنقلبوا على راسنا، بدينا كنقلبوا على راسنا البنات حنا صافي، اللي بانت لها شي وحده شي حاجه كتقولها للاخرى وداكشي، بدينا كنقلبوا. مشينا عند واحد الراقي، واحد اخر هذاك الراقي كيدير الفرديه، صافي بدا كيدير الفرديه وداكشي. واحد الصديقه ديالي انا كانت معايا في الجماعيه، اي بلاصه مشيت ليها حتى هي كتمشي ليها، اي بلاصه ممكن تقاسموا انا وياها اي حاجه، كانت شي حاجه كتقولها لي، كانت انا عندي شي حاجه كنقولها ليها. واحد النهار انا ما مشيتش، انا بقيت في الدار، مشات هي، مشات هي انا حبسوني، حيت راه كيجي واحد الفصره كتحبسي على الرقيه، ماشي خاطرك، هما كيحبسوك كيديروا لك شي سحر، اما مانع اما شي حاجه باش ما كتمشيش للرقيه، حيت هما راه عندهم بزاف ديال الاسحار. من بعد عاد غادي نذكر لكم، حيت راني من بعد غنذكر لكم الاسحار وغنعطيكم الفرق ما بين هذه وما بين هذه، غنعطيكم زيوت، غنعطيكم علاجات، وغنقول لكم شكون اللي عطاني داك الشيء. راه ماشي داك الشيء انا جبته لراسي، انا واخا عندي ليكسبيريونس في داك الشيء، ولكن مهم ما نحرقش المراحل. انتم تعرفوا شكون عطاني داك الشيء غادي نديرو، وغادي داك الشيء ما عمرو ما شفتوه على القناه، وما عمركم ما سمعتوا به شي حاجه سامعين، ولكن شي حاجه ما عمركم ما عرفتوها. ان شاء الله كنتمنى تكون هي سبب العلاج ديالكم، واخا العلاج باذن الله سبحانه وتعالى. العلاج راه غير سبب، كيجي على واحد الشخص او كتجي على واحد الحاجه، ولكن بعد على الاقل غير باش المهم غير باش ديباني راسكم. المهم حتى الا كانت شي حاجه ولا داك ديباني راسك، داكشي 100% ماشي. المهم هذيك الصديقه ديالي مشات عند واحد الراقي، داك الراقي مشات عنده، المهم تبعت معاه الحصه ب 100 درهم. المهم يوميا كتمشي عنده، يوميا كتشوف واحد الشماليات كان كيخدم معاهم، كيخدم معاهم، يعني كان واحد التحسن كبير. هذيك الشماليات كان فيهم الملوك، هي وصاحبتها الملوك اشنو كيديروا، كيديبلاصاو من عندها لعند صاحبتها، كيديبلاصاو من عند صاحبتها لعندها، من عند صاحبتها اللي كيكون في هذيك كيرجع لهذيك، واللي كيكون رجع في هذيك كيرجع للاخرى. ومني كيطلعوا فيهم تيديروا لهم الخدمه ديال، كيديروا لهم داك الجلسه ديال الملوك، ورجل فوق رجل. قالت لك تماما، قالت لك كتشوف التاج، كتشوف اللبسه كيفاش لابسها في الصفار، كتشوف اللبسه كيفاش لابسها في الحمار، قالت لك كتشوف التاج فوق راسو، عاد الاحلام اللي كتحلم. المهم كان كيحضرهم فيها وكينطقوا معاه، وفعلا داك الشيء غريب وعجيب. هذاك ماشي موضوعي انا، غير كنقول لكم كيفاش انا غنمشي عنده. صافي هي هذيك عيطت لي، قالت لي يا سهام راه واحد هذا السيد اللي كنمشي عنده راه خطر، راه واعر. قلت لها شوفي انا صافي، انا ما انا يئست صافي، لان الحاله ديالي ما خليت عند من مشيت، شيت من على برا جبتهم، جبت واحد التونسي من على برا، ما خليت فين مشيت. راه الناس اللي كانوا زعما كيعرفيني، يعني اللي عاشوا معايا هادشي هذا، اي واحد قالوا لي كنجيبو كيف ما كان نوعو كيف ما كان شكلو، عاد خلي اللي جبت من برا وعاد خلي. المهم هي اللي قالت لي، وانا قلت انا ياس ما نكذبش عليكم، قلت لها انا صافي انا حالتي ميؤوس منها، راه كاين الله سبحانه وتعالى. قالت لي قسما بالله الا شوفي بعينك داك الشيء اللي انا كنشوف فيه، راه كاين واحد العلاج كبير، راه حيد لها، يعني هذاك السيد حيد لها زعما شحال من حاجه كانت عندها زولها لها، يعني حيد دوك الكبار الملوك الكبار، بقاو غير دوك البيادق الصغار اللي داخلين، حيت كيكونوا في اللون دوك كاين اللي عنده ملوك تحت منهم خدام، كاين اللي عنده قائد تحت منه خدام، كاين اللي عنده راه حتى هما عندهم مملكات وعندهم بزاف ديال المسائل، داك الشيء كبير معمعه، يعني الا دخلتي فيها ما تخرجش. هي هذيك قالت لي غير اجي حضري غير شوفي غير هذيك. قلت لها انا والو نهائيا ما غاديش نمشي نهائيا. صافي بقات معايا جات عندي حتى للدار، قالت لي غادي، قالت لي غنديك بز منك. هاد الصديقه ديالي انا اش غنقول لكم، بهاد المناسبه كنشكرها من هاد المنبر هذا، لانها وقفت معايا الوقفه ديال الاخوه، ولا اش غنقول لكم، جاهدت معايا بهذا المعنى، جاهدت معايا ووقفت معايا وقفه ديال الجد، ما غاديش نعمري ما غنسى الخير ديالها. جات مسكينه لعندي، عاد خلي مني كنت مريضه وداكشي، مسكينه كتجي عندي كتنوض كتقابلني صافي قالت لي والو غادي نجي غنديك بالزز ولا بالخاطر. قلت لها انا داكشي صافي طلع فيا، دار لي الخلعه ودار لي الترعيده ودار لي، قلت لها ما تجي عندي ما كنحملك ما كنقبلك، صافي طلع فيا داكشي بدا كيدوي، ما كنحملك ما كنقبلك، عطاني التيسع شنو بيني وبينك وهذه.
صافي قالت لي، وهي بدات كدوي معاهم كتقول لهم دخلوا سوق راسكم، هذه صافي انا غادي نجي نديك، انا كنحاول نختصركم، انا غادي نجي نديك. المهم جات داتني، مني داتني للمركز صافي، السيد شخص الحاله ديالي، نعست بحال هكا وهي حدايا بدا كيقرا عليا. جاوا قال لي شوف اختي، النصيحه اللي غادي ننصحك انا بها هي انك ما صالحاش لك الرقيه فرديه مره في السيمانه، خاصك الرقيه فرديه كل نهار، كل نهار رقيه فرديه. حيت انا قلت له غنبدا نجي عندك مره في السيمانه، قال لي لا كل نهار خصك تبقى تجي عندي. علاش؟ حيت ملي دار لي الرقيه، اش غنقول لكم، ملي تعزلت انا كنت في حاله في الجماعيه، يعني شوف حالتي كيفاش دارت، يعني ملي داك الفرديه طلعوا شي وحدين كانوا غابرين ما باينينش. صافي هي هذيك، ويقول لي خاصك ضروري الفرديه، لان الفرديه هي اللي يوميا 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 كيتحيدوا لهم الاسحار ديالهم باش كيتقواو، حيت ملي كتعطيهم واحد 3 ايام ولا يومين كيجددوا الاسحار وكيزيدوا يتقواو وكيزيدوا يتنفسوا. ما خصكيش تخلي ليه شي الجن، ما خصكيش تخلي ليه يتنفس نهائيا. صافي هي هذيك، قلت له واخا. صافي ناض هو ان فوا، خرجت من بلاصه الحصه ديالي، خرجت غير المركز غير تما لبلاصه لي فوتوي. صافي هو يحلف فيها بحال هكا، شرطها لها في الحيط حدا الناس كيسمعوا. اش غنقول لكم، كنت انا ملي كيطلع فيا ما كيشعروا لا بالناس ولا بتا شي حاجه، وعده مره كنبغي نهرب، وعده مره قال لها هي، قال لها هي دي، قال لها الا 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 ما الا ما انتقمتش منك ها انا وهانت. جات هي قالت له هي غتنتقم مني، قالت له انتقم مني، قالت لي غنجيبك هنا. صافي هي هذيك اش داروا لي، انا جلسوني صافي، ما يعني ما بقيتش كنحضر بزاف. صافي داروا لي شي حاجه، صافي ما بقيتش كنحمل نمشي للرقيه، رغم ان السيد قال لي خصكي ضروري تجي وهادي وهادي، ما بقاش كنحمل نمشي للرقيه. اش كيبداو كيديروا لها، كيمشيو عندها للدار، كيمشي عندها للدار، هي كتشوفهم، هي كتشوفهم، كتشوفهم هي، يعني الرقه كلهم دازت عليهم، هي حتى هي عانات اكثر مني، حيت هي قبل مني في الرقيه، انا واخا انا 10 سنين هي قبل مني. كتشوفهم، قالت لك اش كيبان ليها، كيجي عندها قالت لك كي الصاروخ كيبان ليها، ويديه مزغبين بحال القرد بحال هكا، وبحال هكا كيبغي يجرها. وعرفتي اش غنقول لك، عرفتي كي كتصبح مسكينه، المشيه ديالها رجليها كيديروا هكا من القدام، وكتم غدا هكا من القدام مسكينه، كرشيها كيلفخوها ليها، وجهها كيخسروه ليها، كل وجهها خسروه ليها وزرقوه ليها، رجعوا حالته مسكينه، عينيها كينفخوهم ليها. هي كتجي كتلقى دوك الشماليات كيقول لها مالك يا ناديه، كتقول لهم حمود سيهام، كل نهار تمسكينه جايه مالك يا ناديه حمود سيهام، مالك يا ناديه حمود سيهام. واحد النوبه قال لها شوفي، حاولي 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 زعما بعدين انت وياها، ما تبقايش تلاقاي انت وياها وداكشي باش ديولها ما ياديوكش. جات هي قالت لهم ابدا، قالت لهم انا ماشي على قبل شياطين، انا غادي نفرقها، هي ما نفرقهاش، هادوك كيبقاو هي شياطين، الا فرقتها داكشي اللي بغاو. قالت لهم انا مضروره مضروره، ما علاش غادي نفرقها انا على قبل الشياطين، واخا نتادى تصوروا تادت على قبلي ما خلو ما داروا لها. قالت لهم النون ياك حل العيون واش نتفرق معاها، قالت لهم حيت داك السيده واخا زعما نصحوها الناس وداكشي قال لها فرقها، قالت لهم والو ما نتفرقش معاها نهائيا. قالت لهم حيت داك السيده يعني ما عمرني ما شفت بحال هذا، زعما كتعامل معايا مزيان المهم بلا ما نذكر هذا الشيء هذا. المهم جات هي قالت له، جات هي جات داتني، جات مسكينه كتعيط ليا في التليفون، كتقول لها السيد الراقي كيقول لها خصها ضروري تحضر باش داكشي اللي فيها نحب، باش داكشي اللي فيها يحضر وياكل العصا ويحيد خدمته منك، حيت هما كيحطوا الخدمه ديالهم. اشنو هي الخدمه ديالهم؟ هي الامراض العضويه، اما ينفخوا اما يعقدوا اما ينفتوا اما المهم اللي غيفهموني، راه اللي فيهم المس هما اللي غيفهموني. ضروري هذا قال لي باش يحيد خدمته منك، كي غيديروا يعيطوا ليا، هي مسكينه كتعيط ليا، كيطلع فيها ما كيخلينيش انا نهضر، هو اللي كيطلع 100% كيقول لها اللهم من بعد مني حتى نجي، قال لها وندير لك شي حاجه اكثر من داك الشيء. تعيط مسكينه، تعيط تعيط تعيط، انا حبسوني وهي بداو كيمشيو لها كينتقموا منها. ايوا صافي هي هذيك عاد جات كطلب فيا وتعاود طلب فيا، عطي ما جراتني غير 66 كشيفه، عاد داتني، مني داتني قال لي اختي خاصك ضروري كل نهار، لان هادشي اللي فيك راه لا اله الا الله. صافي جيت للدار، بقيت انا هادشي ما نكذبش عليكم، يعني ديما معاناتي وديما كنبكي ديما كنبكي ديما كنبكي، يعني انا هادشي
ما راضياش عليه انه مسكينه هي كتأذى من جيتي وانا ما عليا والو، انا بزاف ديال الحوايج كنبكي وكنطلب الله نطلب الله، كنقول يا ربي انا توكلت عليك توكلت عليك، وانت هو الشافي، انت هو المعافي، انت هو بيدك كل شيء، انا هذاك الراقي غناخذو انا غير سبب. صافي صافي مشيت عنده، مشيت عنده فيما كنمشي عنده كندعي الله كنصلي صلاتي عاديه وكنطلب الله وكنمشي عنده. ملي مشيت عنده صافي كيبقى يقرا 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 يقرا، صافي داكشي اللي فيا اش بدا كيقول لي ناري فين حطيتينا ناري فين ديتينا ناري فين مشيتينا انا، صافي ولا كلهم كيترعدوا. اشنو ولا هو كيحيد ليا بدا بعدا كيخرج ليا، حيت علاش جميع الطرق حيت ردوا البال، واخا كيكونوا الشياطين راه كل فئه باش خاصها تخرج، ماشي كلشي تيخرج بنفس اللي كيخرج هذا بنفس اللي كيخرج هذا. فئه واحد الفئه دار لها صرغينه خرجت مني بصرغينه، واحد الفئه خرجت بالرقيه، واحد الفئه خرجت كيشد عصا وكيبقى يدير لك هكا يدك، ماشي تسمعوا العصا صحابك كتاكلوا الهرماكه غير بحال هكا كيضرب بشويه، راه ماشي حيت الرقاص كلهم مع كل احتراماتي للرقاص راه فيهم وفيهم، راه كاين اللي كياخذ القالب الجهاله كي كنقولوا في المثال، كاين اللي كيعرف كيفاش كيخدم. هاد السيد هادو هذا عنده تقنيات في داكشي وعنده تجارب وعنده عنده ليكسبيريونس في هادشي هذا. المهم هو كيقرا كيقرا كيقرا، وكاين اللي خرج مني بصرغينه كاين اللي خرج مني بمهم بعده طرق. مني بدا كيخوى ليا الجسد اش غنقول لكم، شي الكرش البنات قسما بالله العلي العظيم الا كانت كرشي قد هكا قد هكا كرش، بقات غادو كتفش غادو كتفش غادو كتفش. كل حاجه كي كنقولوا حنا في المثل كل حاجه كترجع لبلاصتها، كل حاجه كترجع لبلاصتها. صافي ملي شفت انا داك واحد الغيزيلطه واحد الغيزيلطه شفتها مزيانه، نتيجه واحد النتيجه شفتها مزيانه. صافي هذيك واخا ان جاتني 100 درهم شويه قاصحه انك تبقى يوميا، انا قلت بزاف عليا يبقى يوميا يوميا 100 درهم، راه الا ضربتيها في الشهر جات ب 60000 ريال 3000 درهم في الشهر. عاوتاني قلت ماشي مشكل، انا قسما بالله الا غير مع راسي بحال هكا قلت ماشي مشكل، ويلا ربي يسر ليا في سيمانه ويلا ربي يسر ليا في 15 يوم، انا كتهمني صحتي ام اولى من الفلوس. انا شنو شفت في الاول على قبل الفلوس، شفت انا كنقول الا داوم هذا الشيء وما كانش النتيجه، ولكن العكس صحيح. يعني مني بدا كيخرج ليا هو كيخوي الجسد اش بدات كدير هي كتعمر، هو كيخوي هي كتعمر، هو كيخوي كتعمر، صافي بغينا نتسطاو قسما بالله. يعني دار جميع الاحتمالات ديالو، دار جميع داكشي اللي كيعرف كله، صافي يطلع واحد ينزل واحد. فالخرج بدات كدير بدات كتدخل ليا الشمكاره، الشمكاره كتمشي تقلب عليهم. تصور كنوض انا هادشي راه كنعاود لكم بكامل الاختصار، كامل الاختصار، اما جيت نعاود لكم داكشي من طقطقه السلام عليكم راه غتقولوا هاد السيده كيفاش داز على هادشي هذا. بديت كنوض من النعاس، كنوض من النعاس، انا كنعس خفيفه يلا اخواني كنعس خفيفه، كنوض في الصباح اش غنقول لكم، شي رجليا كندير بهم ها بحال كونغا ملي كتكون غاده، قسما بالله بحال داك غوريلا ملي كتكون غاده داك الرجلين ديالها دايرين هكا وهكا، دماغي ثقيل عليا، صدري منفوخ، كلشي منفوخه، وجهي منفوخ، وكيطلعوا صافي صافي. الزوج ديالي كيقول لهم انتم منين عاوتاني جيتيو، كيقول لهم حنا دخلتنا عائشه، ها فوقاش دخلتنا ها فوقاش دخلتنا، كيقول لهم عرفتي راسكم فين غادي، راه واحد الراقي راه شنو كاين شنو كاين شنو كاين. غير هي كيسمعوا داكشي، هي كيسمعوا داكشي صافي كيبداو يهربوا كيبداو يهربوا، كاين اللي كيخرج داك الساعات كيخرج، وقسما بالله العلي العظيم والله على ما اقول شهيد. شتي ملي كيبغيو يخرجوا في حالهم كيحيدوا خدمتهم هي الاولى هكا، كيديروا هكا كيديروا هكا، كيمشيو ما كتبقى لا كرش لا لا هادي لا يحزنون حتى حاجه ما كتبقى. فين مشى داك الشيء الله اعلم، هادشي لا كيعلمه ما كيعلمه الا الله سبحانه وتعالى. صافي هي هذيك عاوتاني كتمشي فئه كتجي فئه، كاين الفئه اللي كيبقى يهضر معاهم حيت كلخر ولاو كيخرجوا ليا غير بالهضره غير بالاقتناع. صافي ملي ولاو كيخرجوا كاين فئه اللي كتخرج وكاينه فئه اللي حتى كنديها عنده عاد تيخرجها هو، كاين الفئه اللي كتخرج كاين الفئه اللي كيخرجها هو. صافي وعاد خلي اللي كيتحضر كيبدا يهضر، عاد تحضروا فيا العفاريت، تحضروا فيا الكلاب، تحضروا فيا الافاعي، تحضروا فيا اش غنقول لكم، واحد حمو تحضر فيا،
كيقول لي تخرج، واش تخرج ولا ما تخرج؟ تيقول لي اه غنخرج. شويه كيدير يدو هكا على 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 وجهه، تيقول له كتقول لي كتنقز ناديه صاحبتي مسكينه، كتقول لي عطيه هذيك قسما بالله الا دوزت معايا الحرب، وكتقول لي واش تخرج ولا ما تخرج؟ كيقول لها ما وسا ديبو سا ديبون، زعما سا ديبون، كيقول لها وسا ديبو ما قاريش. كيقول وي هي ما اللي كيقولوا لي علاش كتقول بحال هكا انت؟ كتقول لي انت بعدا قاري الفرنسيه. كيقول لي سير قرا عاد اجي هضر. كيقول لي انا نجيك من الاخر، انا ما مسكولش. هذا الجن، الجن يحمو، كيقول لهم انا نجيك من الاخر، انا ما مسكولش قسما بالله. تيقول لي وتخرج وسير بحالك، خرج وقسما بالله حتى غندير لك وغنفعل لك، قسما بالله تنحرق. كيقول لي ما نعرف انا غنشوف صادي بو واش نخرج ولا ما نخرجش. عاوتاني يهود هو يطلع، عاوتاني يطلع عاود الشيباني، عاوتاني يجلس علينا اما انتي كله كيترعد كيدير هكا. والحلق مبدل ديال الراجل الشيباني، والضيقه عاود كتشدني وفي صدري. كطلع كيهبط هو صافي كيعيا حيت ملي كيبدا يقرا 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 عليهم، كيهبط هو كطلع عاود الافريقيه. قسما بالله لا كنهضر بالسيدي قالي يا البنات، قسما بالله وحق الله العظيم هادشي اللي كنقول لكم راه الناس عارفيني وصحاباتي وكلشي. عرفتي راه هما كيبقى داكشي قد ما كيفقصهم كم قد ما كيجيبوا ليهم الضحكه. صافي كتبقى تهضر بالسيليكانيه، قولوا 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 قولوا، وتبدا تهضر 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 تهضر. صافي السيليكانيه صافي قالت له انا غنخرج حتى انا هادي. صافي خرج ليا، اش غنقول لكم؟ خرج 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 خرج. صافي واحد النوبه واحد النوبه طلعت لي السليقانيه 100%، ما بغاتش تهبط ليا من راسي، ما بغاتش تهبط. جا هو شد واحد التقطيره بحال هكا، واحد التقطيره هو يديرها لها في، دارها ليا في نيفي. داك التقطيره ما عرفت فيها خل التفاح ولا ما مو ما عرفت شي حاجه، مابقيتش انا عاقله على، دار لي بحال هكا بنيفي، وهذيك التقطيره طلعت ليا مع العرق ديال الراس. ملي طلعت ليا مع العرق ديال الراس غنقول لكم البنات، وحسيت بواحد الاحساس، عرفتي بغيت نتسطى، بغيت نحماق، بغيت نجهل، جهاله 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 قاصني. عرفتي كنغوت ونبكي نبكي 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 نبكي. عرفتي مشات معايا مسكينه صاحبتي بحال هكا، مشينا انا وياها غاديه وكنبكي وهي اللي طالعه فيا وانا كنبكي، يعني تخربقت ما بقيتش عارفه راسي واش انا اللي كنبكي ولا هي اللي كتبكي. صافي وكتقول لها كتقول لها مالك دابا على هذا الشيء؟ كنهضر بالسيليكانيه ما كنجاوبهاش بالعربيه، كنهضر بالسيليكانيه وبالفرنسيه، حيت هما كيهضروا بالسيليكانيه او بالفرنسيه، اغلبيه كنهضر بالفرنسيه. كتقول لها ما غاديش نخرج ما غاديش نخرج. كتقول لها انا جو سوي فاتيكي، انا هادي انا هادي انا هادي. كتقول لها دابا مالكي شنو المشكل اللي عندك مالكي؟ كتقول لها لا، كتقول لها راسي، كتقول لها راسي ضرني ملي دار لي داك سميتو، راسي ضرني انا. وليت كنقول واقيلا ماشي داكشي، ماشي داكشي اللي فيا، واقيلا ماشي السيليكانيه، واقيلا انا يمكن قاصي العروق ديال الراس ولا الله اعلم اشنو دار. صافي قلت لها انا ومشيت مشيت لفراشي. داك الساعه لقيت الزوج ديالي كان في الدار، مشيت لناموسيتي عطيه نعس وراسي واحد. كنقول لها غنمشي عند الطبيب، غنمشي عند الطبيب، انا راه شي حاجه وقعت لي في الراس. صافي وهي تقول لي نعسي. صافي دابا هي خدات ليكسبيريونس، انا وياها عندنا تجارب وعندنا ليكسبيريونس، انا وياها راه حنا واقيلا غنوليو يمكن كنرقيو. غير هي انا حيت كيقول لك واحد المثال، راه الطبيب الطبيب ولكن ملي كيمرض كيخص لي داوي، راه داكشي اللي وقع لينا انا وياها. صافي هي داك قالت لي تكاي، طلعت السيليكانيه بقات تهضر معاها مسكينه، واخا كانت على قد المعرفه ديالها بقات كتضاربه هي وياها. هي كتهضر وهي كتقول لها بالفرنسيه، والاخرى شي كتعرف شي ما شي ما وهي كتجاوبها، كتقول لها اه يلا سورتي يلا سورتي، كتقول لها مانتونو مانتونو جو فو سورتي مانتونو جو فو سورتيغ مانتونو، كتقول لها يلا سورتي يلا سير. صافي هي هذيك كتمشي كتمشي، كيطلع عاود باط السيليكانيه، كيطلع عاود خوها، يعني عائله بهم عائله بهم. مني خرجوا ما بقى عندي حتى شي حاجه، قسما بالله ما بقى عندي حتى شي حاجه، بحال كنت كنكذب 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 بهذا المعنى هذه. صافي نط الحمد لله رب العالمين، كنحس بواحد الراحه شامله، واحد الراحه من داك الشرف. يعني شوف كيفاش كنت كنقول انا وقيلا خصني الطبيب، انا خصني راسي انا، وهي راه هي اللي دارها راسها، وهي اللي داروها العروق ديال راسها، وهي اللي تادات وما قدرتش تبقى وما قدرتش تصبر، خرجت. يعني تصاب كاين راجلها وكاينين ولادها وكاين كلشي، خرجت. ملي خرجت لا غدا انا طيبت الكرعين بحال هكا في الدار، داري كاي وحده كطيب عادي، طيبت الكرعين. هو راه بقى راجلها مشى وعاود رجع، مني رجع صافي هو يمشي عندها لونصالها، قال لها راه طيبت الكرعين اجي. جاو
مني جا ورجعوا عاوتاني، رجعت عاوتاني كنهضر بالافريقيه عاود. قالت لي وي تقول لهم اش هاد الشهاده عاود، شنو هاد الشهاده؟ قالت لهم كنتو ما خرجتو. جات هي قالت لي ها بالفرنسيه، قالت لها راه مش راه شنو كاين شنو كاين شنو كاين. قالت لهم مشى هي كتهضر بالفرنسيه وشي كلمات كتقولهم بالعربيه، كاين شي كلمات كتعرف تخرجهم بالعربيه، كاين شي كلمات لا كتخرجهم بالفرنسيه وبالسيليغاني يعني مخلطه هكا وهكا. جات هي قالت لها راني مشينا خرجنا، ولكن راجلي رجع ملي شافكم طيب الكرعين جا عيط ليا وكلينا ودابا غنخرجوا فحالنا. قالت لها يلاه دابا، قالت لها دابا غادي تخرجي يلا انا ما نفكاش انا وياك. قالت لها دابا غتخرجي، قالت لها يلا خرج صافي. دات لي رجلي ها بحال هكا صافي خرجت منهم. شوفوا يا البنات قسما بالله راه كاين الشيطان اللي كيجي كيدخل غير باش ياكل كياكل ويشرب فيك، واخا ما عنده لا سحر لا عين لا حتى شي حاجه. علاش؟ حيت الجسد بنادم ملي كيتسحر كيكون عنده الجسد محلول. اشنا هي محلول؟ محلول يعني اي شيطان ممكن يدخل عندك، اي شيطان. انا تشدوا فيا وحدين، تشدوا فيا وحدين داخلين عندي غير باش ياكلوا ويشربوا، كيقولوا معاش دخلتي، كيقولوا دخلت ناكل، يلا دخلت ناكل ونشرب بحال انا عندي اوطيل ولا عندي ريستورا. مني مشاو بحالاتهم طلعت فيا عاوتاني وحده شيبانيه كبيره كلها كتفتف كلها 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 كتفتف. رجليا كيترعدوا، يديا كيترعدوا، كلها كتفتف. وشي كتهضر بالهضره ديال دوك الشافات الكبار، وشي الظهر ديالي كيتحنى ليا. مشيتي كتولي مشيه اخرى صافي. قالت لها ما كنتي هي، قالت لها انا ميمتك. قالت لها ما كنتي هي مامتي، عاود مالك عاوتاني شنو كاين ياك لاباس. جات هي قالت لها ابنيتي انا حتى انا كنت هنا، وها علاش دخلت وها علاش دخلت وها علاش دخلت. يعني كيقدروا يدخلوا الشراف، كيقدروا يدخلوا الصغار، يقدروا يدخلوا انا حتى الدراري الصغار فيا، حتى الدراري الصغار فيا، حيت كي هما كيجيبوا ولادهم ولاد ولاد وحدين اخرين لا دخلوهم. صافي قالت لها خرجي يا مامتي يلا سيري. قالت لها قبل ما نديوك راه الراقي ها هو جوج خطوات غنشدو الطاكسي وغنمشيو ليه. صافي قالت لها واخا بنيتي انا دابا بنيتي خارجه، كلها كترعد انا دابا بنيتي خارجه هكا 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 كدير هكا كدير هكا. صافي خرجت فحالها، رجعت انا نورمال. مشيت عاوتاني عندو، عاوتاني حيد ليا عاود وحدين اخرين. صافي هي هذيك بداو يبانو الكلاب، بدا يبانو الكلاب. هو كيدير الرقيه وانا وانا كنبح نبح 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 الشيء قسما بالله الا بحال الكلب تماما. انا كنقول لكم هذا الشيء علاش؟ باش حتى نتوما تاخذوا افكار على هذا الشيء هذا، باش حتى نتوما تعرفوا. ما تقولوش ليا لا الله ينجينا من هذا الشيء وكنتمناو. انا كنتمنى انا براسي ما كنتش كنعرف هذا الشيء هذا كاع، كنتمنى حتى واحد ما تجي شي حاجه. ولكن مع المده راه ضروري الشيء غير هذه اللحظه اللي حنا كنعيشوها وهاد الايامات اللي كنعيشوهم راه ما بقاش شي حد اللي ما فيهش. اللي ما فيه هو كاين في اختو، اللي ما في اختو كاين في امه، اللي ما في امه كاين في عائلته، اللي ما في عائلته كاين في عمته. ضروري شي واحد في العائله كيكون فيه المس، ما يمكنش. المهم غير باش تعرفوا حتى نتوما كيفاش تتعاملوا معاهم. وكنطلب منكم باش تبارطاجيو هذا الفيديو، البارطاج 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 البنات، وديروا الجيم باش توصل لصحاب المس. حيت انا غادي ندير ان شاء الله برامج وغنعطيكم زيوت وغنعطيكم وغنقول لكم داكشي شكون اللي عطاه ليا. حيت هذيك هي المفاجاه اللي مازال ما قلتها لكمش ديال شكون اللي عطاهم ليا. هذيك هي المفاجاه اللي غادي تجي من بعد ان شاء الله. صافي هي هذيك البنات، حيت بدات حيت الناس اللي فيهم المس مساكن حتى هما حسبوهم عائلتكم، حسبوهم خوتكم، حسبوهم باش على الاقل بنادم يدير شي حاجه زوينه في حياته. حيت ملي غتوصل لهم حتى هما غادي يستافدوا، باش الفائده تعم على الجميع. هادشي اللي بغيت انا نوصل لكم. صافي هي هذيك صافي. ملي كيبقاو دوك الكلاب 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 هي هذيك بدا كيقول لهم نتوما اشنو كديروا نتوما هنا؟ علاش دخلتوا لهذا الجسد؟ كينبحو 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 هما ولادهم، شتي ولادهم؟ كتخرج مني هذيك هذاك النبح ديال الجرو الجرو، والكبار كيخرج مني داك النبح ديال الكبار، دوك الكلاب الكبار. هي هذيك جا هو شنو الكلب تصاب الكلب واخد اللفعه، حيت فيها حتى الافاعي، الافاعي كيديروا اس 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 اس، الكلب واخد اللفعه. هذاك الكلب بغى يسلم صافي، تضعق بالرقيه، بغى يسلم بغى يمشي في حاله. صافي اللفعه ما خلاتوش، هو تيقول لي خرج، واللفعه تدي ليه تدي ليه هكا لا 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 ما باغاش تخرج. كيقول لي خرج، كيقول لي انا باغي نخرج ولكن بغيت ندي مرتي معايا.
قسما بالله البنات هناك راه الله كنقول لكم على ما اقول شاهد، انا مريضه وما نكذب عليكم حتى شي حاجه، وما عندي لا لاقه ولا جمال في هذا الكذوب. الا كذبت عليكم او لا زدت عليكم ولا نقصت راه ربي شاهد وراقب عليا. الا قال له كيقول له انا ما نقدرش نخلي مرتي، ما نقدرش نخلي مرتي. صافي مني تضعق 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 مشى في حاله. مني مشى في حاله كنسمع في الجسد، حيت انا كنت كنسمع الهضره كيهضروا في الجسد، كيهضروا معايا في الجسد. لدرجه واحد النهار عائشه قالت لي بلاتي بعدا نكمل لكم عاد نرجع لكم الموضوع. كنسمع عائشه كتقول ليها كتقول لها مشيتي وخليتيه دابا يمشي للجامع، حيت قال لي انا غنمشي للجامع غنسلم وغنمشي للجامع. قالت لها دابا يمشي للجامع ويسلم وشوف شي وحده، شوف شي وحده عليك من غيرك. جات هي وقالت لها لا 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 الا كان هكا قالت لها انا نمشي بلا يمشي يدبر على شي وحده يتزوج بها ويخليني انايا. مشات هزت ولادها مني. لا يا ربي لا، مشات هي مشات عنده للجامع، خرجت مني وخلات ولادها، خلات ولادها كيبكيو فيا كيبكيو، عطيت البكيان ديال الدراري الصغار ماما ماما ماما. صافي مشات وكتقول لها هي دي ولادك معاك، كتقول لها ما نديش ولادي خصني حتى نعرف بلاصه فين غنجلس، حتى نرست راسي ونعرف بلاصه فين غنستقر عاد نجي ندي ولدي. داك النهار هادشي انا فين وقع لي انا نسيت ما قلت لكمش، في رمضان هادشي في رمضان وقع لي. داك النهار انا كنفطر جالسه بحال هكا انا وراجلي ووليدي وداكشي لا هي ما كانتش معايا، هي مشات. كنفطر بحال هكا جالسه على هدى من الله، كنحس بواحد الراحه الشامله حنت نقص عليا من الجسد يعني ما بقاش بزاف. كنتفرج عاديه بواحد الطمانينه بواحد الارتياح عاديه. واحد شويه حتى كنتهز وكنتخبط فوق الفرش. وين قف راجلي قال لها مالكم عاوتاني شنو كاين شنو كاين عاود شنو هو. وهي تقول وهي طلع اس 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 اللفعه. قالت لهم جيت ندي ولادي. قال لها يلا هزي زبالتك وسيري، يلا هز ولادك وسير في حالك. صافي هي هذيك بقات كتهز 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 من هنا وتهز من هنا وتهز من هنا وتهز من هنا. صافي مشات في حالها. قالت لي صافي انا غادي نمشي في حالي. صافي مشات في حالها. قسما بالله العظيم الا قلت لكم ما حسيتش براسي حتى تخبطت، بحال اللي غيبوني غيبوني باش يطلعوا هما. مني قال لها قالت له انا جيت مور ولادي غنديهم. جات عندي مع الفطور وانا كنفطر. صافي مشات لقات بلاصتها والاستقرار فين غتجلس ورجعت لراجلها وجات دي الدراري حتى هما. صافي هو يطلع حتى الراجل قال لي جينا حنا جينا نديو ولادنا. وهادشي اللي كنقول لكم بالصوت مغير ماشي صوتي انا. صافي داو ولادهم عاد فطرت على راحتي، عاد حسيت بالراحه. لا غدا عاوتاني غادي يدخلوا ليا عاوتاني، غادي يدخلوا ليا واحد الفئه جر ما خلات ما رجرت ليا، جرت ليا واحد الشمكار. غنخليكم هنا وما غاديش نطول عليكم الفيديو. الحلقه ان شاء الله الجايه غتابعوني وغتشوفوا، مازال غتشوفوا مفاجات وغتشوفوا حوايج اخرين عاوتاني. هاد الشمكار اشنو غادي يقول. واللي ما ابونيش في القناه يتابونا في القناه. وما تنساوش البنات الله يجازيكم بخير لما ديروا اللايك، ديروا اللايك باش يطلع الفيديو باش يشوفوه الناس اللي مرض، باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع هذا الشيء، حيت هذا الشيء كاين موراه علاجات وكاين موراه اشنو غادي نقول لكم. يلا كنتمنى لكم ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. يلا بزاف السلام عليكم، باي باي.